هذا برد. ابقى شفت كم ثانيه. انا مثلا السامبل مالتي من هنا اخذ مسحه اجرح، هذي خطوات الستريكينج. اوكي هذي خطوه اي، شوفوا البليت اللوب شلون بشكل ماعل افقي، واحد اثنين ثلاثه اربعه، ارجع اقبضه ارجع اعقم. تشوفين احنا مو خلصنا من نانا؟ طبعا من الشغل ما يصير احكي، يمكن ايرازول يكون مصدر كونتام. هذا كله مكان معقم مفروض بالهود، بس هسه انا المهم دراويكم الخطوات. خلصنا ثلاث خطوات، بقى لنا اخر خطوه اللي هي الزقزاق. تشوفون حتى يطقع شلون الجيلي من يكون حار. شوفين خطوات الستريكينج كلها بتبين. هي شوي لازم نعكس. كيف راح يجي من يمه؟ اي زين. لا بينت بس الزقزاق ما مبين. مشكله. يلا تمام خلصنا باعتبار هاي خلصت. اسوي ابسايد غلطه ادخله بالانكيوبيتر. اوكي هاي ديسكونتينيوس.